السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. قبل ما يبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا بابا يقول لكم الفيديو ايه. انا عامل هدية لكارما، جايب لها هدية. هدية ايه؟ هدية ايه؟ هدية نضارة سحرية. ايه رأيك؟ نضارة سحرية؟ سحرية نضارة سحرية مش سحرية. لا وبتنور. بتعمل ايه دي النضارة السحرية؟ دي بتنور. بص اوريك. طب شو اوريهم؟ طيب اوريهم انا وري دي. ده استعذروني 20 مرة في الثانية. ثواني. ايه رأيك فيها؟ هي كانت عايزاها، قالت لي بابا عايز النضارة اللي بتنور، ودي نضارة سحرية يا جماعة. طب انا يا بابا بتخلي العيال تختفي. اختفت. كل ما اختفت رمت رمتها وجري كانها اختفت. تعالى احنا بنضحك عليكي. احنا بنضحك عليكي، انت بقيتي شقيه. يا جماعه كل اللي في الكومنتات الف سلام عليكي يا كارما. ليه؟ ما اقولش. مش عايز انا اقول. انا اقول لكم يا جماعه كارما عملت ايه عشان ما حدش يعمل زيها تاني. كارما دخلت المطبخ. ايوه. كانت عايزه تشتري موف الشفاطه بتاعت الاندومي. اه. كان الشفاطه كانت في الاندومي، راحت شده الشفاطه كل التلات كوبايات كلهم اندلوا عليها. وبص بقى ايه اللي حصل لها يا جماعه. لازقه اهي وعمالين نغير لها عليها. وما تعمليش كده تاني. تدخليش المطبخ. ما تدخليش المطبخ تاني. هتدخلي المطبخ تاني؟ اه. ايوه خليك يحصل لك تاني. وراح عند الدكتور وشوف الدكتور عامل ايه. يا جماعه بجد والله اللي بيتفرج علينا لا هقول هقول. هي مش عايزين اقول ومكسوفه. ما حدش يدخل المطبخ تاني من الاطفال اهو. ما حدش من الاطفال دي يدخل المطبخ. اه هتوقعني. بنحذركم اوعى حد من الاطفال يدخل المطبخ. اه. وادي النضاره السحريه اهي اللي انا كنت جايبها لها. هدي الجوري. مبروك عليك يا جوجو. مبروك عليك عشان البت دي وحشه ما بتسمعش الكلام. اه طب اهو. اه. اقول لك على حاجه. كارما 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 بتاعتي. كارما يا كوكي بتاعتي. كارما اطلع بره مش هتصوري معانا. لا اطلع بره مش هتصوري معانا. اطلعي بره. تعالي يا جوري تعالي هنا. بس بقى يا جماعه جوري دي جميله وبتسمع الكلام. وما قد ايه ده؟ في ايه؟ في عين. اه مناخيري مناخيري. انا كده هي هي كده صح. يلا اطلعي بره. اطلعي بره. ماشي يا جماعه. انا مش عايزينك تصوري معانا. طب هيا يا نهار اسود هتعملين يا ربي. هتتكذب. بره. النضارة بتاعتي. اسمها نضارة؟ اسمها نضارة. اه طب بره بره على ابنك بره. طب حلوة كده؟ حلوة فيا؟ لابسني بالمشقلب. خلاص يا كوكي انا غلطانه ان انا اشتريتها اصلا. ايه هتتكسر في ثواني. ايه وري اهو. ايه رايك فيا؟ حلو جميل. جميل يا جماعه. بس فطير. بس سيبيها بقى عشان هتجيب لنا كهربا كتير. سيبيها بقى عشان هي هتجيب لنا كهربا كتير. ايه رايكم يا جماعه في النضاره فيا؟ اوعي بقى يا بنتي انت تعبانه. لبسني انا. ايه ده؟ اهي تلبسها لك اختك بتحبك. الله جميل عليك والله. جميل عليك يا بنت. هتوقعي. يخرب بيتك. بصوا يا جماعه الفيديو ده انا عملته عشان صح. طب هقول لك كلمتين صح. هقول لك كلمتين. القصر احلفي بالله. يعني اللي انا رحت اشتريتها ودفعت فيها فلوس دم قلبي كسرتيها وريني. اضحك علي. طب اهو اهو. ايه ده؟ انت فرحانه؟ انت فرحانه؟ الودره الودره دي فرحانه ان النضاره اتكسرت. يلا يا جماعه احنا وصلنا لنهايه الفيديو والنضاره اتكسرت اللي انا جبتها لها هديه. ايه ده؟ وربنا يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وسلام.